مناش باش نخونوا الشعب اللي صوت للنداء ولا ما الى هنالك. زمي ان شاء الله شعب ديما ابي، شعب ديما ضحي، ديما مضحي، ديما هو الصبور، ديما هو اللي يقدم في الشهداء. وهل البرجوازيه اللي نشوفوا فيهم يحتفلوا توا يعني نقولوا لكن الناس الزوال ولا المزمره اللي صوتت للنداء وغيره، يعني شوف سبحان الله الزوالي يعني صوت وما الى هنالك، البرجوازي يحتفل في القصر نتاعها ولا يدري، فك القصر الاجي نتاعها لا يدري، لا ما يدانش فيه لا لا شيء، يعني مهزله والله، مهزله اللي صار يعني. والله اليوم انا ما كنتش حاب نتكلم، لكن الانسان يجد روحه مضطر باش يتكلم كي يسمع كيما المسمات هذه اسمها سوس المعالج تهجم على الجنوب، خاصه الجنوب الشرقي، وفي المير نتاعها فما شكون قال حتى يلفوا لي بومبارديه هذا الجنوب الشرقي على خاطر الناس صوتت اختارت. احنا مش اون ديمقراسي، كل واحد حر شي يصوت، ولازم نتعلم ونتعايش مع بعضنا مختلفين اما نتعايش. اما باش نوصل للجهويات هذه واش فما ناس تحب تقسم البلاد الجنوب وشمال، وفما ناس واللي يسموا فينا تونستان، وهذا والله مش معقول، خاصه من الناس كي شبه الفنانين هذوما حتى شبه السياسيين. الجنوب شاد لكم من الصحراء هنا جنوب، بترول من الجنوب، الغاز من الجنوب، الحوت من جرزيس، الزيتون، الخيرات الكل من الجنوب. ما حبوش نوصلوا الفوسفات من الجنوب، البي بي نتاع تونس اكثر من شطره من الجنوب، ما حبوش ندخلوا في المنطقه هذا احنا. دونك تونس واحده، وان شاء الله الناس الكل تبعدوا على الجهويات والتقسيم، خاصه من الاشباه الفدانيين واشباه السياسيين. ثم تصريحات من بعض الاخيان في القياده هما ما كانوش متمرسين بالعمل السياسي في السابق، والخطاب السياسي يتطلب حسن اختيار المصطلحات. والاخ مثلا ناجي جلول اكاديمي استاذ جامعي تصور انه يعطي في عمق نتاع تحليل اكاديمي وكانه يلقي في درس في الجامعه، فوقعت سوء فهم او لبس، معناها حاولت بعض النفوس المريضه انها تستغله في وتخلق شرخ داخل وحدة التوانسة، وهذه خط أحمر. نحن نبهنا كون القيادات وكذلك كل مناضلي ومناصري نداء تونس ما يسقطوش في هذا الموضوع. الصفحة التي تروج الآن وكأنها ناطقة صفحة نداء تونس، هذه راهي أنا اللي خلقتها معناها في بداية نشأة حزب نداء تونس، ولكنها وقع اختراقها منذ أكثر من عام، وهي تروج في أخبار زائفة وتحاول أنها تثير البلبلة. نبهنا عديد المرات لأنها مخترقة، وصفحتنا الرسمية غير الصفحة التي تبث الآن في سمومها داخل معنى الجنوب وداخل أولاد الجنوب. سيستم كامل قاعد يقوموا به كما قلت لك، فسرت لك يعني، استعملوه في دول وزعماء قبل، تحسه يعني مبرمج او مخطط له من الاول يعني، او ما كانش مخطط، لان قبل الانتخابات ما كانش يعني نسبه كبيره ما كانش يتصوروا نتائج الانتخابات، لكن لما تجي الحاجه هذه فما ناس تستغل الفرصه في لحظتها. لكم فوق يعمل لك تونس حمراء وبلاد تونس كحلة ولا الله محمد رسول الله، انا يعني يكون لي شرف ما دام الجنوب، يكون لي شرف باش يكون شعار لا الله محمد رسول الله، يعني اللي ولد هي شعار كونها تتطرف ونتاع ارهاب وكذا، تعمل جهويه بين الجنوب والشمال، وهو الجنوب يعني ما عندهاش ثقافه، وهو الجنوب جاهلين ما عندهمش وطنيه كذا، ما يحبوش نزيدوا على الوطنيه. راهي اساليب قاعد يستعملوا فيها اطراف معينه باش يحبوا يقسموا تونس، وهذه سياسات يحبوا يستعملوها باش يحاولوا لهوا الشعب في الجهويه، وهم يلهوا في السياسه يعملوا اللي يحبوا عليه. نجي جلول وعبد الناصر العوين، فما فرق كبير ما بين واحد يحكي على حاجات واقع يحكي كلام نتاع سياسيين، معناتها كي قال ما ناس خدتها معناتها ما وصلتهمش الحضاره، لا ما يحكيش ما وصلتناش الحضاره، هو حكي اللي الحاكم اللي حكمنا قبل ظلمنا ما وصلش، اللي وصله في العاصمه في سوسه وفي صفاقس ما وصلش الجريس وقابس وقفصه وتطاوين ومدنين وبرشا بلايص، لوطا من صفاقس ما يعرفها خاطر بعد صفاقس عندهم، خاطر بعد صفاقس كلها صحراء ديجا ما تصوروا لهم البحر باش يعرفوا، خاطر فما برشا عباد غادي ماشي بالهم حتى البحر ما فماش يعني، تصور حتى كياس بالله خاطر في بالهم اللي يعني مازلنا نمشوا على الكراري. المهم عبد الناصر العويني، عبد الناصر العويني انسان يتحط في حزب واحد مع شكري بالعيد وعمار عمرو سية واحمد الصديق ظلم، خاطر نظلموه واحد كيف هناك مجرد ان ناس
ما تصوت ليش يضحك على الاف اخي، عشرات الالاف يضحك عليهم اون ديريكت في التلفزه، وهو ما عندهش حتى بوفوار. معناتها تقول العبد كيف هناك كان يجي عنده بوفوار شنو باش يعمل، وقبل الانتخابات يحكي على حريه التعبير والشعب يريد والمصداقيه والتصويت والتعبير على الراي. معناتها اختلفوا معاه، حقرهم الناس كل. ممكن ال 12 عام اللي عدان في الكومبيوس باش يمترز نسوفي اصلا اللي هو من بير علي بن خليفه اللي تسمى في الجنوب، ممكن في بلاش ممكن نسال حاجه هيك. ثم شك الراسيزم معناها بالنسبه للجبهه الشعبيه في ابنائها في مناضلينها، ما ثماش نزعه هيك بالمره. دونك هو شنو قصد؟ انه قال صوتوا للنهضه على هوك المشاريع اللي عملتهم في خلال معناها سنتين ولا قداش، معناها هي ما عملت شيء برسك في الجنوب. دونك هاك علاش انا لا بريف هنا ان حزب ما يعمل حتى شيء في عامين، دونك ما يصوتوا لاش الناس. من نعتبرها اللي هي فتنه وما هي جايه من عدم، جايه يعني نقولوا احنا من ثم شكون وراها، فهمتني ولا؟ والامل كله في الطبقه المثقفه نتاع تونس باش توقف الشيء هذايا، ونقولوا احنا تعمل يعني ليميت للشيء هذا.